انا دكتور منى، بس ارجع لنفس السؤال. الام اتفضلي. اللي عندها سن 7 سنة و7 شهور وعملت اللي قلتي عليه من انها تكلمه، مفيش تمام. استجابه، الخطوه الثانيه تلجا لمين متخصص؟ الخطوه الثانيه، اول حاجه تتاكد من صحه حاسه السمع للطفل، نعمل مقياس سمع ونتاكد عند ان طبيب الطفل متخصص. فعلا بيسمع ولا لا، عند دكتور سمعيات بنطمن الطفل بيسمع ولا لا. وارد جدا اصلا ما يكونش بيسمعك، ودي ظاهره في حالات كتير جدا في اطفال، وبنركب لهم يا اما سماعات، تشوف ايه الحاله اللي عندنا وبنبدا ان احنا نشخصها وبنبدا نشتغل عليها. اذا وارد وحصل ان الطفل عنده مشكله في حاسه السمع، بتبدا انها تعيد من الاول كانه لسه مولود، نيو بورن، بتبدا تعلمه كل يعني ما ايه كان بابا، بدري كل ما كان كل ما احسن، كان وكل بدري ما كل بابا ما احسن. عندها وعي زي ما حضرتك بتقولي. بالظبط، ان هي تبدا تندهله باسمه، تبدا ان هي جايه مثلا نازله بتحرك المفتاح. اي طفل طبيعي في سن سنه ونص بيشوف ماما نازله على طول بتلاقيه خد بيحس الكوتش على بتاعه طول وعايز ويبدا. يطلع يجري وبيعيط. لقيتيش ابنك بيعمل التصرفات دي، لا نبدا بقى الارم، في مشكله هنا، ابني في مشكله، ما بيعملش ليه السلوكيات دي، مثلا بسقف المفروض ان هو يقلدني، ابني ما بيعملش كده. القصه مش كلام بس، في حاجات تانية جنبي، ما بيعملش معايا اي كونتاكت، ما يعني كل بيبصليش، الحواس شغاله ولا لا؟ كل كيف الحواس شغاله، ابني بينمو بطريقه صحيه ولا ابني عنده مشكله. وابدا ان انا الجا للدكتور، انت عندك الطفل مثلا بيسمع كويس، ابني بيستقبل كويس، عنده لغه كويسه، اعمل تشيك برضو على رابط اللسان عشان اطمن من سلامه الفكين. يعني ايه رابط اللسان؟ في رابط في اللسان بيمنع الطفل او بيخلي فيه ثقل في الكلام، مش في عارف بعض ينطق. الحروف الحروف اللي فيها بالظبط كده، نطلع فيها اللسان بره. هل الطفل محتاج نعمل عملية رابط اللسان ولا لا؟ مش محتاج، لازم اطمن على ابني من كل الحواس بتاعته، ما استناش لحد سن سنتين وسن 3 سنين، كل ما كان بدري والله العظيم هو كل لسه ما كان شهور احلى. 4 و5 و6 كل ما كان على وعي الام اللي بتسمعك بتابع النهارده واسهل.